أكبر مزرعة زيتون في العالم بأكثر من 5 ملايين شجرة زيتون، أدخلت المملكة العربية السعودية موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2018. تعالوا نأخذكم في جولة لمزارع الزيتون في منطقة الجوف. وصلنا إلى منطقة الجوف، توجه إن شاء الله الآن إلى الفندق في سكاكا. وهذا الغرفة ما شاء الله تبارك الله. بكرة إن شاء الله الصباح بعد الفجر إلى المزارع بإذن الله. وصلنا إلى منطقة بصير، هذه منطقة مزارع الزيتون. بدأت المملكة في زراعة أشجار الزيتون في عام 2007 في عدة مناطق في المملكة، وكان أهمها مشاريع مزارع بسيطة في منطقة الجوف اللي الآن تنتج 67% من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة. طبعا في مشاريع بسيطة 3 من أكبر مزارع الزيتون في العالم، واحدة منها أكبر مزرعة زيتون عضوي في العالم، 5 ملايين شجرة زيتون على مساحة 7000 هكتار، 70 كيلومتر مربع، تقريبا 25 × 28 كيلو. هذا اسم التشجير المكثف لأشجار الزيتون، تكون الأشجار على مستوى واحد وبين الشجرة واللي خلفها مباشرة أقل من متر، وبين هذا المسار والمسار الثاني 4 متر بالضبط، لتسهيل مرور الحصادة في اتجاه واحد وبدون أي عوائق أمامها. طبعا آلية عمل الحصادة زي ما تشوفون هي تقوم بس خض، فيها زي الخضابة تخض شجرة الزيتون تنزل الثمر فقط بدون أي تكسير للشجرة. طبعا يوجد نوعين من الزيتون هنا في مزارع الجوف اللي هي الأوربكينا والأوربسانا. الأوربكينا يبدأ حصاده من شهر أكتوبر إلى بداية شهر أكتوبر إلى يوم 15 نوفمبر اللي هو في الفترة الحالية، إحنا الآن في فترة حصاد الأوربكينا. بعدها الأوربسانا، الأوربسانا يبدأ من 15 نوفمبر إلى يوم 15 ديسمبر. الشكل قريب من بعض، في اختلاف بسيط. هذا الأوربكانا أو الأوربكينا. الآن القلابات تنزل الحمولة من الزيتون في حاويات كبيرة تدخل إلى المصانع مباشرة. هذه أول مرحلة من دخولها المصنع، تكون على سير وتنظف من الشوائب بشكل يدوي، وهذه المرحلة الثانية تدخل إلى جهاز في فلترين، فلتر هواء وفلتر موية. الآن شوفوا فلتر ماء يتنظف وبعدها فلتر هواء وبعدها إلى العجانة مباشرة، وهذه المرحلة اللي بعدها اللي هي العجانات. هنا في المصنع 6 عجانات، بعض المصانع تكون أكثر على حسب حجم المصنع. وهذا فلتر يفصل العجين عن الماء والزيت الزيتون، وهذه مرحلة تعبئة الزيت بعد فصل الموية عن الزيت الزيتون عن طريق هذا الجهاز.
هذا المنتج النهائي جاهز للتصدير. الله يبارك فيك ان شاء الله. وراح نزور الان المشروع الثاني اللي هو مشروع المليون شجرة، عندهم مصنع الكتروني حديث. اشغل اي ماكينه من هنا على طول، ابغى اشغل هذه اشغلها من هنا، اشغل هذه من هنا، كله الكتروني. المصنع كامل الكتروني، كامل الكتروني. هذا خزانات 9,750,000 لتر. مليون و750 لتر، مليون 750 الف لتر. من أهم المعالم التاريخية هنا في الجوف قلعة مارد، يعود تاريخها للقرن الثالث الميلادي، حيث ذكرتها ملكة تدمر عندما حاصرت هذه المنطقة بامتناع القلعة، وقالت تمرد مارد وعز الأبلق. طبعا الأبلق هذا في منطقة ثانية في مدينة تيمة، وفي نفس المنطقة التاريخية بالقرب من القلعة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن البناء على ما هو عليه من سنة 16 هجري إلى يومنا هذا، فقط يقولوا يغيرون السقف كل فترة وفترة، يعني أساس إذا احتاجوا أنهم يغيرونه، لكن المسجد زي ما هو عليه، هو من الآثار الوحيدة الإسلامية اللي زي ما هو ما تغير. شوف، وهذا تحديد القبلة، هذا القبلة جاية بالتمام. حددونا هذيك الايام، كيف حددوها؟ مونتاج خيل الجمال، يعني الخيل اللي هنا كلها من انتاجه، في جزء منها بالرياض اللي شارك بطولات جمال وبطولات على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم، حققوا بطولات كثير يعني. هذا فهل المربط، هذا الانتاج ما شاء الله على مستوى، حقق بطولات ما شاء الله. ايوه، وللعلم هذا بعد فاتحينها وجه الله، لان اهل المنطقه اللي بيشبر وجه الله حياها الله يعني. تحليه من الخلفات ما شاء الله. هذه مهرة من إنتاج المربط، الجيل الثالث، الجيل الثالث من إنتاج المربط، يعني جداتها موجودة في المربط الآن، أما حقك البطولات اسمها كاف الشعلان، هذه بنتها.